الصرف الصحي اللي هو اليوم راهو الحق القصور نجرين، واليوم رانا في مدخل القصور نجرين بالضبط. الصرف الصحي هذا هو جت جراء امطار غزيره صبت يوم 7 ماي 2016. راهو رايحين الغيب تاعنا راحوا، ماتوا نص نخل ماتوا، التمر سناك وصيش خلاص ما جابلناش التمر، مولفه نجرين تجيب التمر بكثره، السنه ما كانش خلاص التمر. فلاحين نجرين نشد دائما الوزاره تشوف ان الحل والكارثه البيئيه اللي صارت من 2016 رانا في رانا ننتظروا في الحل، راكم تشوفوا بعينيك كيفاش قنوات الصرف الصحي او المياه القذره اجتاحت ناخيل نجرين. ناخيل نجرين اليوم راه قاعده تموت نخله بعد نخله، والمشكل يزيد على المشكل.